المرماح مهربان يقيمه أهل الصعيد للافتخار بامتلاكهم للخيول العربية الأصيلة. ولا زال أهل الصعيد يفتخرون بامتلاكهم للخيول العربية الأصيلة ويقيمون المهرجانات والسباقات تحت اسم المرماح. يضيق ميدان الفروسية الواسع بأهل قرية المنصورية وضيوفها الذين لا يسمعون إلا أصوات أقدام الخيول تتسابق فوق الرمال لتقترب من خط النهاية وسط صيحات التشجيع وذرات الغبار التي تملأ أجواء القرية. فهذا هو يوم المهرجان السنوي للقرية، يوم المرماح. بندعي الناس من الاقصر واسنا وبصالي وكلوح وادفو وجميع البلاد لحد بسنبل معك، كله باحصانه وكله يشرف يا جبايت من الليل عنده. لا مهرجان يعني بيبقى سنوي الحمد لله وربنا وفقنا. سباقات الخيل هي المتعه الاولى لدى ابناء الصعيد، فتنظم كل قريه مرماحها السنوي وتدعو القبائل والفرسان من جميع ارجاء الصعيد للمشاركه. المرماح ده له مواصفات معينه، لازم يكون مرماح ما يكونش فيه غرز للخيول او بتاع، لازم يكون مكان فيه ثوابت الارض ثابته بين كده ما بين كده. فعشان كده طبعا جبنا اللي هم الخياله بالظبط اللي هم لهم في الخيول، هم اللي حددوا المكان ده. يشهد المرماح منافسات قويه بين الخيول والفرسان لا تحسم الا في الامطار الاخيره. ورغم أن الجائزة الكبرى تكون باسم الفرس، إلا أن الفارس ينال حظه من التكريم والشهرة. تعلمت الخيل لي 35 سنة، أنا عمري دلوقتي 45، من 10 سنين أبوي ركبني الخيل وعلمني من 10 سنين، قال لي توكل على ما خافش علي أنا. يعني الحصان بياخد جائزة والخيال بياخد جائزة. ستظل الفروسية من أجمل مآثر العرب، وسيظل الخير معقودا في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. من قرية المنصورية، أمينة فاروق، MBC. ختام الخامسة في أمان الله.